أمك ما تقبل من حاجي روحي معلقة بك حبيب أمك ما تقبل من حاجي روحي معلقة بك أمي مفرغت دعي يا ابني يهديك روحي معلقة بك أمي مفرغت دعي يا ابني عارو طيب عارو طيب روحي معلقة مرحبا مختارنا ما هلا بعد خلاص انكسر ظهري بعدك انكسر ها ولش انصاف شلونك؟ الاستاذة يا شلوني شبيك انصاف؟ وقعت قلبي شكو راح بين يدي راح راح من هو؟ مش من هو احكي راح بعد ما اشوفه خلاص راح وشمش ماتت يا خايبة لا لا مو امي لا لا لعد منو فلك فلك راح وتشبي دعمة السيارة لا يا بلا بيت ولا بي لعد شبي شبي دزيت روحي جيب لي دهن مشك على مود ايدي لتشققك قد ما غسلت السكاين بالشيخانة يا وين دزيتي قابل للهند؟ اي صنفي علي للهند مو صنفي صنفي الدلالة عيني ما مصنفة ولا شي منو قال هذا الحكي؟ زين وش وقت راح وين راح؟ راح قبل ربع ساعة وتأخر علي يا كل هذا الوقت وما رجع اي صنفي صنفي ما نيتي صارت انصاف لا دا صنف ولا شي على كيفش عيني علينا بعدين تشكو تزيد ديش المحلة مو يمش الدكتور حسن ويبيع فازلين اي وهذا حسن انطهر كان دكتور لو صار براس المحلة شبي دكتور شبي دكتور حسن صار هسه ما يعجب اسمع عيني شبي انطهر طهر شي ما عجبك انصاف خانم؟ لا ما عجبني عيوني اصلا انت كل اغراضك كذب وانت محتال كلها تاخذ من هذا الصابونه ايش هاي على منو محتال؟ علي انا انا محتال وزيت الشعر تحطها وتقول فازلين واشتري يا محله شنو 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 شلون؟ بس بعد هسه عيدي عيدي تاخذ دهن هذا دهن النخيل ما اعرف شنو وزيت الشعر تخبطه وتسوي فازلين واشتري يا محله هذا اني لا اني قعدي قعدي يا الله والله هذا كله من ورا الله الاكبر دلالي هاي ادري هاي محلتي ايش هذه ابره سوا نص ستار ليدي طولي بالك حبيبي طولي بالك انصاف يا ابي يومي احنا من الصبح ويا طلايبك رحمه لنا ما تقولي لي سالفتك قولها مختار صدق كذي هذا عسل الطارج وهاي الاخ الدلالي يضحكون علي عمي على كيفك هسه فلوكي يرجع قولي يا الله قولي يا الله انت صدق كذي بعد من الصبح مشتغلين اثيناتكم وحده تردح للثانيه انت وحده يا محمود امين الدكتور الله يسلمك عيني لا ردت ولا شيء الله يخليك فكي ياخا شويه يا به قولي يا الله علي يا محتال صدقني ما حكيت شيء يوميا من الصبح نطيك يوميا نطيك حكايه وسالفه ونقول لك افتهمينه هذا درس هذه عبره افتهمينه اي قول لهم هم اهل الدروس هم كل شيء ما يفتهمون متخلفين لا انت اللي تفتهمين العاد والله يا الله شفت والله مختاشنا على هذا الحكي هذا ايش احكي زين هسه انا شو اقول؟ شو اقول؟ ويا من وقف تفضلي يلا عمي انا مظلومه ارمله اولادي تعبانه
اسمعي اسمعي من عندي، اوقف يابا اوقف شويه شويه شويه. تفضل تفضل. خليني اسولفك هالسالفه على السريع. اسمعوا من عندي كليتكم، هاي عن الطمع. الله يساعدهم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك استاذ؟ انا مختار، انا مختار. هذه ذكرتها البارحه بالليل وكتبتها، بس هسه ويا قفلت. استاذ فؤاد كملتها. اسمعيها من عندي بسرعه. يقول لك الطمع يقتل يقتل. مو هيجي دكتور حسن؟ صحيح. لو عندك غير راي. مو هيجي، انا مو طماع، انا اصلا احب اساعد الناس. اسمع 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 اسمع. تعال تعال ابويا دكتور حسن، خليني اسولف لك هالسالفه. اسمعي تهم من صاف. اسمعي ابويا. اسمعي اسمعي. على راسنا والله. يقول لك كان اكو ثلاثه رايحين للصحراء. هم رايحين يريدون يجيبون بضاعه قبل. هم ماشيين بهالصحراء لقوا ثلاث اكياس ذهب. وهالثلاث اكياس ذهب بصفها ثلاثه ممطولين بالقاع. لا تفهميني؟ ميتين، جو شافوهم ما يعرفون. مقتولين، ميتين، مسمومين، لاطغتهم حيه، ما نعرف، ما حد يعرف اصلا. المهم كيف؟ وقال لك لقينا ذهب، ناخذ الذهب ونقلب بيه. شالوا الذهب ثلاثتهم ومشوا. بعد يراد لهم شويه مسافه، وتدرون هذول وياهم غراضهم مين ماشيين. قالوا لازم واحد من عندنا يروح للولايه او للمدينه ذيك القبالنا، يروح يتناوش لنا اكل ويجي، نقعد نرتاح هنا، ناكل وبعدين نرجع نكمل. دزول هذا الرجال. المهم واحد من ربعهم راح يجيب الاكل، هذاك فكر قال انا راح اروح اجيب لهم اكل وخليني اخلص من عندهم، احط لهم بي سم واخذ كل الذهب مالتهم واقلب بيه، بي اطلع بس اني المرتاح ومستفيد من هاي السالفه. راح بس هذولاك طلعوا مو اقل من عند شر. لا دكتور لا، طلعوا بعد اضرب منه اثنيناتهم. شنو قالوا؟ خلي يروح واول ما يجي يجيب لنا الاكل، احنا ناكل، بس قبل لا ناكل نكتل ورا ناكل، واثنيناتنا نتقاسم بهذا الذهب. ما اطولها عليكم. راح جاب هذاك الرجال الذهب الاكل، العفو، جاب الاكل حطه قدامهم. قوموا اثنيناتكم وترب وكتلوه، كتلوه بمكانهم راسا، حطوه بالقاع عافوه وقعدوا ياكلون. بس ايش دا ياكلون هم؟ جو دا ياكلون اكله. ايش بيه الاكل؟ سم. بيه السم. سم. تمام لو لا؟ تمام تمام تمام. نعم سم بيه. ثلاثتهم راحوا ميتين. زين نفس الشيء صار بهذول الثلاثة اللي فاتوا، وصاروا هسه بهذول الثلاثة، وعافوا الاكياس مثل ما هي. زين هم راح يرجع يجي ثلاثة غيرهم يجون على هذول ويشيلون الاكياس لو يعوفوها ويمشون. شوف الطمع دكتور وين وصل العالم. دكتور لي وين؟ مختار أنا مو طماع. ها أنا جايب علاج، أحسن علاج من الهند. أنت منو قال لك تدزين ابنك الغير محلة؟ ليش ما دزيت يمي؟ أي كل المحلة تعرف أن أنت كذاب ومطهر. أنا كذاب؟ أنت تسوي نفسك دكتور. كافي يابا كافي، هسه بعدنا من الصبح، خلينا نقول يا الله. خلينا نقول يا الله. سعدية شلونك يا بنت؟ قولوا يا الله. صدق سعدية والمخ جمالك يا دكتور. خذ راحتك ابويا، خذ راحتك. دكتور حسن دكتور حسن الله بالخير. مختار دكتور حسن حبيب مختار مختار حبيبي.
عافيات عافيات. هني ومري هيك هيك ينزل ويهلهل. الف عافيه. ان شاء الله عجبتك. ها عجبتك كل راس شهر. ايه تفرم براسي حلاوه. الف عافيه معود. يلا الف عافيه. يعني ما عبالك رضيتني بهالموضوع. شبر واحد من مكانك تتحرك على بختك يا معود. اكتب لك غرامه تبيع الشمبر وما تسدها يا معود. على بختك ايش عندنا احنا غير شمبر؟ كل راس شهر كاسة اللبلبي. ولو لو بالايام اللي اجيك ها شوفوا عظام. هزيت لك لحم. هزيت لك عظام. شبر واحد من عيوني ما تتحرك. عيوني عيني وغراضه. عيوني تسلم. دكتور يا هلا كل الهلا بفؤاد. استاذ فؤاد شلونك؟ شخبارك؟ صحتك؟ احوالك؟ الاهل شلونهم؟ عمامك شلونهم؟ خوالك شلونهم؟ الجهال شلونهم؟ شكوش ماكو؟ ها شنو هاي؟ مبين عليك مريض. سلامات سلامات ما بك شيء. خلي اشوف خلي اشوف. اندار 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 اندار. ديزي ديزي قول احكي شوي. مجال شويه يابا جايب لك علاج مضبوط من الهند. اذا اخذت هذا العلاج الا ترجع شباب. اي مبين يا هو اللي تضرب ابره مثل فلوكي. يابا فلوكي هو بيخلل بالجينات. شو اسوي له يعني؟ جينات بيخلل؟ اي لعد شنو؟ الدكتور حسن اختصاص امراض باطنيه. اي ليش؟ ودبلوم وما اعرف شنو. ليش مو بعينك فؤاد؟ تم خلق مطهر شي. اسكت. وين الدفتر؟ وين اللي جاء يا دفتر ورقة الصحة؟ يا دفتر الله يخليك. يا دفتر هسه لو افوت كلها القاني من تايه صلاحية. يا دفتر ناس المحلة كلها ما بها مرضى. الله وكيلك هذا الشهر كله مشتغل دينار ونص. 50 واحد مشلول و30 واحد مطهر انت بس هذا الشهر؟ يعني فوق ما اني اعالج وداوي. شكاوي 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 ايش وين؟ شكاوي بس انا هنا بالمحلة؟ لا عمي لا ماكو شيء. بس شي. محلة 600 تعال تعال خلنا نعطيك علاج. جاي فيتامين من هذا المضبوط اللي عجبك. تعال خلنا نعطيك. فكك فيتامين. لا فيتامين الله ولا ما يوم يحزنون. تعال استغفر الله العظيم. احنا نفس الكاسه ونفس يوميه ويا الاطلاق. اي مختار ايش سالفتكم اليوم؟ تعال يا مختار. يا مختار محله هاي غير هذا ظالمنا والله ظالمنا. تلعب هاي المحله اي مو تبهذلت. تعال استاذ تعال استاذ فؤاد تعال. انا هاي شكل وين ارجع؟ تعال تعال يا عافية 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 مختار. ها كلك مختار عافية. ابو زايد ابو زايد على 601 دمرتوني يا واش. خليك وياك شفتيره قلبه لبلبي. تعال اقول لك مختار رحمه لبيك. ما تقول لي انت سالفتك تجي يم هاي المقروده انصاف وبنها الخبل وتجي تقعد هناك يمهم من الصبح لليل تزق بهالشاي وترجع ورا تزق بهالشاي وترجع لي ورا. على راسي مختار. اوقف 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 خليني اكمل كلامي. خليني اكمل كلامي. مختار. نازل بيهم واحد ورا الثاني. شنو سالفتك انت تعطيهم مجال؟ على راسي مختار. هذا نعيم همينه خطيه الولد كل شويه رايح. ادري وجهك ايش يطلع بيتمن كل خمس دقائق تروح وخيط خيط خيط مختارنا مختارنا كله حفافه وكله ببلاش. لا وتجي فوقها تطالبهم ترى ما يصير. مختارنا الله الله بسما ما يقبلها عليك. مختارنا على راسي والله. مختارنا والله يا مختارنا انا يعني ما يصير. لحظه مختارنا جاي اشكي لك انا يعني انا زي اللي واحد ما ماخذ منه اي شيء يجي ياخذها مباشره من دون الحلاقه هاي اللي ببلاش. هذا ايش تقول لي؟ نعيم يوميا انت جايبني بلوه من وراك هاي كلها نعيم. انا سمعت تصيح مختارنا انا عرفنا من الموضوع كله. كل هاي غلط مختارنا؟ هاي نعيم. انا هاي كلها نعيم. كلها نعيم. ابوي هذا نعم. هاك شوف انت بس هاي كلها نعيم؟ تجاوزات انا بيدي؟ هاي كلها هو. عوفنا من نعيم، عوفنا من نعيم. صابونه رب المشكله. صاب اقول لك انا قاعد هنا يوميه مختارنا مرابط. مرتك والله كل كلامك شوي على راسي. بس اوقف اوقف. انت هاي مال على راسي وما ادري شنو بطل اياها. مختار كلمتك انت. مرتك من الصبح لليل من الصبح لليل 100 مره تدز ابنها ودي جيب ودي جيب ودي جيب. مختارنا جيب بيبسي ودي بارد اعطيني زيت اعطيني دهن. ادري ما تقولوا لي شنو انتم من بيت من الصبح لليل. بعد 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 عافيه مختار عافيه انت مختار عافيه. انت تهيج المحل علي.
فاهي اللبلبي حتى ما بي طعم يمهم فاهي اللبلبي حتى ما بي طعم يمهم ولا بي لون يرهم ولا بي لون يرهم اي ولا ملح يمهم الله ولا بيلون يرهم ولا ملح يمهم جاب البرتقال عالشلاق يمهم جاب البرتقال عالشلاق يمهم ويمكن اضربك على اللابية يوم ها يما يرهم البرتقال ويا الشلاق يرهم يما ليش ما يرهم من أم داية ايش خلفت يا ربي عيني تعاي على طاري البرتقال جايبت لي شلون كل شيء يلوق عليش جايت لك يما على قولة المثل التركي يقول ياكل منش حتة شو يقول المثل راح ياكل منها حتة وهذا مثل تركي اي مو ابويا من كان بتركيا اتعلم هاي الامثال شلون كان ابوك بتركيا اي ليش ما تدرين لا بس من يا سنة على الخير والله ايش مدريني ايه هسه دريت ابو غريب صارت تركيا هاي شنو قصدش عيني وفليك لا والله ما اقصد بس على قولة ابو المثل خلي الطابق مستور وهذا المثل هم تركي لا هذا يوناني ايه مو هاي من كان ابو فلك حاكم دار باليونان ام فلك صدق ابو فلك كان حاكم دار باليونان ايه صفوا علي ايش صارت انصاف شعيط ومعيط يصفون عليك يا هاي عامل من ولد انا شعيط وهي معيط يعني شنو يعني معيط يعني صخلة هاي علي من تقولين صخلة ترى صخلة احسن من العوبة أنا عوبة دي يلا يلا ضربيني تعاي تعاي ضربي يعني عبالك ما أقدر والله أمسح المحلة كلها بيك يا أهل المحلة تدرون العوبات طلع لهن جناحات يا هاي يا من انصاف ايه يا هاني عفتني وكسر الظهري واني بعدني بعد شبابي يوم منو هاني ابوك وليدي كنت دائما اصيح له وادلع له واقول له هاني يعني شفيق قاموا يدلعوا هاني يا يوم من امه دايم بدل ما تيجي تفزع لي يوم اجينا نتفلك ياهم يا من نتف ولا فلكه تاليتها وياكم هاي علي من فلكه تعال مختارنا تعال وتاليتها وياكم تعال عيني مختار تعال علي انتوا اللي بديتوا انتوا تجوا تصرفون علينا احنا نخلص من الدكتور النووي الدلاله والاخرى يعني مختار جايبت لها اني ديش الدشاديش الكودري والبازه تالي ما تالي تقعد تعيرني ايه تقول لي ابوش جاية. الله يرحم ابوش لا راح تركيا ولا وصل تركيا لا ما وصل كان هو كان قاعد بابغرد قصه صارت يوم بعد فوقها تقول لي صخله كان بتركيا ليش ما تدري مختارنا لا والله يا ابوي ايه عفيتش مختارنا اريدك دائما بظهري واني ما عندي ظهر مو ظهرك عاديين انتي كل يوم من الصباحيات كافي عاديين وطلايبكم ما تخلص ما تقولون قاعد يمنا استاذ قاعد وقد يشتغل ما اقول خلينا ساكتين مختار خلينا ساكتين ليش احجي احجي دادة احجي اسمعي ماكو داعي اسمعي من عندي ماكو داعي اقعدي اقعدي سمعنا اسمعي هالسالفة يقول لك حبل الكذب قصير اي والله مو لا عاد وحده تقول للاخ وحده تقول لك غراب يقول لغراب وجهك اسود يعني احنا غراب يا مرتاح اسمعي اسمعي من عندي اسمعي لا تطوليها عادي اسمعي هالقصه هذه يقول لك فد يوم واحد تاجر من بغداد عنده 10 خدام
صبح الصبح لقى واحد من الاكياس اللي عنده ناقص 1000 دينار، يعني واحد من هالخدم باقوا كيس من الاكياس. تمام؟ تمام. المهم اجى هذا فكر، قال انا شلون راح اوقعهم واطلع من عندهم البايك؟ لازم يفكر له بفتح حيله حتى يوقعهم. ايه. جمعهم العشره ونطى كل واحد من عندهم حبل، طول كل حبل من عندهم تقريبا نص متر. قال لهم هذا تخلوه عندكم وتجوني باكر الصبح، اللي باق من عندكم راح يطول الحبل مالته 10 سنتيمترات. راحوا اجوا الكل ثاني يوم من الصبح، ايش لقوا؟ اجوا جابوا الحبال، كل واحد الحبل مالته كل شيء ما بي الا واحد من عندهم ناقص 10 سنتيمترات. قال له هاي شلون؟ ليش ناقص 10 سنتيمترات؟ لان هو قصه. ليش؟ قال لك هذا راح يطول الحرامي، هذا راح يطول، قام قص ال10 سنتيمترات، روحها، قال لك تضيع شاش منو يدري؟ طلع هذا هو الحرامي، ومن هنا صارت التسميه وقال لك حبل الكذب قصير، افتهمتي؟ يعني لو منا الاسبوع الجاي تهمبلن انت الثلاثه ماكو فايده، كذبتكم طالعه طالعه. وهذا المثل هم يوناني؟ لا، هذا مال جدك اللي ورثنا اياه. الله يرحمه. انت شلونك مختار؟ هلا حبيبي، هلا اخبارك وامورك؟ يلا الله يسعدك مبارك. سلام عيني مختارنا، شلونك؟ هلا عمري، تفضل تفضل، نورتنا تفضل. طارق بلا زحمه عليك ابويا، ناوشني شو الامر؟ قطيه مال معجون. تدلل تدلل مختارنا يا معود، باش تحتاج؟ طيني بس امرني انت حبيبي، طيني وياها واحد، طيني بطل زيت. دلل دلل، ها بطل زيت هسه جاي لك. ها ضربك كم ما دام يمك هذا قريب، الطيني من عيوني، من عيون تدلل. هذا التراب حلب الصابون. هذا تدلل، تامرني امر انت، خلي لي اياهن بشي. دلل دلل هسه، هسه خلي لك اياهن فشي تدلل هسه، خلينا هناك. ايش قد بني حسابنا؟ خلينا على حسابي يا معود، شلون يصير يا معود؟ ايش قد؟ خلينا خلينا خلينا. ناوشني تشيس دلل هسه، هسه نجيب لك من هنا دلل. تعال 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 تعال. أنا مختار. عم بدي اشوف. لا تدور. شكو؟ اوقف اوقف هاي الشيء. شكو ايش بيك مختارنا يا معود؟ خلقتني يا معود. عرفت ايش بدي ادور؟ عم بدي اشوف شو السالفة. شكو شكو بس قول لي انت، غير افتهم انا ما بدي افتهمك. لك طارق؟ شكو؟ خير؟ لك انت ايش وقت التوب؟ على شنو يا معود؟ شو مسوي؟ وين الها؟ وين لك سباير؟ مو هياته موجود، مو هياته موجود، انت ما تشوفه. صلاحيته وين؟ هياته يا معود، هياته تشوف بس، ركز. الله الاكبر عليك، ركز يا معود. شركز كم مرة قايل يا باني شو العلاقة؟ انا اجيبه واخليه قبل على المحل بلا ما اطق به انا يا ما هذا صار له شقد عندك؟ صار له شهرين يا معود، ما صار له شهرين جايبه. طارق 4 اشهر. يلا طارق صدقني مختارنا، ما صار له سنه. طارق سنتين مختارنا، سنتين 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 مختارنا، شو يسوي؟ سنتين ظالم النفس، سنتين شو يسوي يا مختارنا؟ هو سنتين. لك انت ما تخاف من الله، خطيه هذول العالم برقبتك، انت ما تتوب. ايش وقت تتوبون؟ ايش وقت؟ ويقول لك اريد الله يفتحها بوجهك، شلون يفتحها بوجهك وانت بهذا الشكل؟ كله ديون، كله ديون يا معود، شو اسوي؟ كله ديون، كله ديون، من يدفع؟ رجعهن حسابي وياك بعدين.